وأنا يؤسفني أن أكون في هذا المكان الذي يعكس مستوى متدني من السياسيين السنة الذين يمثلون أهم وأعظم مكون في العراق، والذي تشرف بقيادة الدولة العراقية على أقل تقدير من عام 21 حتى عام 2003، وكان له الفضل في بناء الدولة كانت مهابة، وبالتالي هي التي تتحكم في توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط. هذا يعكس حقيقة شيئين. الشيء الأول أنه الديمقراطية في العراق، أنه البيئة السنية لم تكن بيئة مستقرة حتى تنتج سياسيين على قدر من المسؤولية والكفاءة. واثنين، التزوير الذي يحصل، وبعض القوى السياسية الأخرى أرادت أن تشوه التاريخ السني في العراق من خلال أن يكون هؤلاء هم ممثلين السنة، وبالتالي هم يعكسون المستوى هذه الشريحة وهذا المكون الكريم في العراق. ولذلك كان يفترض على الممثلي السنة، وإن اختلفوا أن لا يصلون لهذا المستوى، من الممكن أن يعيشون مع الاختلاف في وجهات النظر، ومن الممكن أن تجمعهم قضية تتجاوز خلافاتهم المادية وصراعهم على المناصب إلى قضية أهم، حقوق السنة في العراق وحقوق العراقيين في بناء دولة يشارك السنة فيها بقوة وفاعلية، بحيث يكونون هم صمام أمان لوحدة العراق، وبالتالي أداة استقرار له، وبالتالي يستفادون من خبرتهم المتراكمة عبر الأجيال من أجل بناء عراق قوي يعيش فيه الجميع باحترام، ويمكن أن يكون عراقا يحفظ للجميع كل الحقوق، وبالتالي يدافع عن جميع الحقوق. ثم حتى حقوق السنة المنتهكة الآن، لحد الآن المغيبين، لحد الآن الأحداث التي جرت عام 2014، والذين تم اعتقال واختفاء قسري في عشرات المكانات، ومنها المشهورة الرزازة والقرمة والصقلاوية ومكانات أخرى، لا يعني حتى مطالبة فيها لم تحصل مطالبة فيها، بمعنى أن هؤلاء قد باعوا قضيتهم من أجل مناصبهم ومن أجل صراعهم الذي يدلل على فجاجة مستوى الشخصيات السياسية التي تمثل هذا المكان.